متابعي قناة السلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة عن الشاحنات والمعدات الثقيلة. النهاردة هنتكلم عن كاتر بيلر أو الكات. هنتكلم عن حاجة النهاردة اسمها الـ ECM Fault Codes أو Control Unit Fault Code أو Electronic Control Module. تمام، هنتكلم عن أكواد الأعطال الخاصة بمعدات الكاتر بيلر اللي بيركب فيها الأرقام اللي احنا شايفينها قدامنا، اللي هو الـ ECM بالأرقام اللي احنا شايفينها، اللي هي 1901-1927 وهكذا لحد ما نوصل ل 7610. وفي الكنترولات دي او الاي سي ام يونتس دي بتركب في معدات مختلفه في الكاتر بيلر، يعني مش بتركب في المولد بس او اللودر او الحفار، لا، في جميع الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا، اللي هي شاحنات، لوادر. طبعا لوادر في منها في نوعين، في عندنا اللي هو الحفارات، في عندنا جريدر، في اللي هو عندنا التيلي هاندلر اللي هو الرافع ده اللي هو بيستخدموه في الجماعة بتوع عامل الأنوار اللي هو المناولة، وفي عندنا اللي هو أكتر من نوع يعني تراكتور، في عندنا الأسفلت بيفر اللي هو الهراس، في أكتر من معدة يركب فيها كنترولات دي، بولدوزر، تمام، انجن، كل الحاجات دي، ماشين انجن، كل الأنواع دي بيركب فيها الكنترول يونت اللي احنا هنتكلم عن اكواد الاعطال بتاعتها النهاردة. وعشان نبدأ صح هنتكلم عن التفصيلة بتاعت اكواد الاعطال. في اكتر من نوع لاكواد الاعطال، في اربع حاجات. في عندنا حاجة اسمها MID، في حاجة عندنا اسمها CID، وفي حاجة اسمها FMI، وفي حاجة اسمها EID هنشوفها كمان شوية. طيب ايه الحاجات دي معناها ايه؟ MID طبعا MID اختصار حاجة اسمها Module Identifier، دي بتحدد اللي هو ECM Module اللي فيه العطل. ECM Module طبعا احنا عارفين فيه اكتر من كنترول في المعدة بتاعتنا، لو طبعا معدة، لو انجن بيبقى او بتاع ده او مولد بيبقى طبعا في كنترول خاص بالمحرك بس، لكن لو معده كامله بيبقى في كنترول خاص بالترانسميشن، كنترول خاص بالفتيس، كنترول خاص قصدي بالشاسيه، وفي كنترول خاص بالمحرك. فده اللي هو الام اي دي كود اللي بيحدد لي الكنترول يونت اللي فيها المشكله. في عندنا حاجه اسمها سي اي دي، في حاجه اسمها كومبوننت ايدنتيفاير. كومبوننت اختصار جزئيه او قطعه، يعني ده بيحدد باختصار كده ببساطه جدا القطعه اللي فيها المشكله. تمام، القطعه اللي فيها المشكله يعني حساس، في مشكله، سويتش، ايا كان بقى القطعه، بيحدد القطعه نفسها اللي فيها المشكله. في حاجه اسمها اف ام اي، بيحدد حاجه اسمها فيلير مود ايدنتيفاير. فيلير مود ايدنتيفاير اللي هو نوع المشكله اللي حصلت، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل دلوقتي في جداول بتاعه اكواد الاعطال. هنبدا باول حاجه اسمها الام اي دي، نشوف شكلها بيبقى عامل ازاي او بتبقى الدنيا عامله. ام اي دي زي ما احنا شايفين بيقول لي ايه دي المشكله، بقى المشكله فين بالظبط. دي ديجيتال دياجنوستيك تول، الحاجه اللي خاصه بعمليه تشخيص الاعطال، الحاجه اللي خاصه بالادابتور، توصيل الادابتور، كلها خاصه بعمليه الكنترول مش خاصه بالقطعه. تمام، موديول طبعا، بريشر موديول، في حاجه اسمها بريشر موديول، في حاجه اسمها جي 3600، في حاجه اسمها تورشنال موديول. طبعا ده على حسب المعده، طبعا كل معده. هنا في حاجه اسمها ترانسميشن شاسي كنترول، كمبيوترايزد بروفايلر كنترول، في حاجه اسمها الكترونيك سكرابر، سكرابر ترانسميشن كنترول. كل واحده من دول ده اللي هو الموديول او الام اي دي. خلصنا من ام اي دي، بقى في كنترول تاني او في اكواد تانية بتظهر عندي اسمها ايه، اللي هي بعد الام اي دي قلنا سي اي دي. سي اي دي رقم ده اللي هو ايه، كومبوننت ايدنتيفاير. قلنا كومبوننت مثلا زي يقول لي هنا الرشاش اللي هو بتاع سلندر رقم 1، رشاش سلندر 2، رشاش سلندر 3 وهكذا. دي اللي هو الكومبوننت نفسه اللي فيه المشكله. شاتو فالف، تمام، ده الفالف بتاع اللي بيقفل الجاز بتاعي. فول كنترول فالف، برضو فالف بيتحكم في كميه الفول او الوقود. الثروتل باي باس فالف، فالف خاص بالباي باس، بيعمل باي باس في حاله ان انا ايه عندي مشكله في الثروتل او الخانق. تايمينج اكتويتر، تايمينج سنسور اللي هو ممكن نقول عليه اللي هو حساس الكرانك، راك اكتويتر. كل دي مكونات، يعني هنا السي اي دي ده بيعرفني المكون اللي فيه المشكله. فول ليفل سنسور، حساس مستوى الجاز، انجن اويل ليفل سنسور، مستوى الزيت بتاعي، كل ده اللي هو السي اي دي. طيب ندخل على حاجه اسمها الاف ام اي اللي احنا قلنا ايه، الفيلير مود، فيلير مود ايدنتيفاير، يعني ده ايه نوع المشكله اللي حصلت. يعني احنا عرفنا ان هو في حساس الجاز او حساس الزيت، ايه نوع المشكله بقى؟
نوع المشكله هنشوفها خلال الجدول بتاعنا. مثلا نقول لي حاجه اسمها فولتج اب نورمال اباف نورمال او بيلو نورمال، يعني فرق الجهد بتاعي اعلى من الطبيعي او اقل من الطبيعي، التيار كذلك اعلى من الطبيعي او اقل من الطبيعي، في مشكله ميكانيكيه في السيستم ده مثلا، لو حاجه دي ميكانيكيه جزئيه دي ميكانيكيه، ده اللي هو الاف ام اي. تمام. طيب اخر حاجه معانا اسمها الاي اي دي. تمام. الاي اي دي بقى اللي هو ده بقى ايفنت كود. يعني ايه ايفنت كود؟ يعني الكود ده اللي ظهر حصل ايفنت، حصل حدث بسبب المشكله دي، يعني هو مش مجرد ان كود متسجل، لا ده في حاجه حصلت. يعني زي مثلا حصل شت داون، يعني حصل شت داون ايقاف للمعده، يعني الحاجه اللي بتاثر ليها تاثير في المعده بيبقى اسمها ايفنت كود. تمام. ايفنت كود يعني ايه؟ انجن اويل فلتر ريستريكشن، يعني في مشكله حصلت عندي فلتر الزيت اتكتم فحصل عندي شت داون. سيفتي، سيفتي ان هو اول ما بيتكتم فلتر الزيت الضغط بيقل، يعمل او ضغط سر الضغط بيزيد، ف الضغط بيزيد عند المرحله بتاعه الفلتر عشان طبعا ما فيش تصريف للزيت اللي في الدايره بالكامل، فبيعمل شوت داون. انجن اوفر سبيد شوت داون، سرعه المحرك زادت قلت مره واحده عن الطبيعي بتاعها، عمل شوت داون. في عندي هنا فول فلتر ريستريكشن شوت داون، في مشكله عندي في فلتر الجاز يعمل شوت داون، الكرانك كيس بريشر، يعني اكتر يعني ده الحدث، دي اللي هي الاكواد بتاعت الاحداث اللي بتحصل، حاجه حصلت وادت لمشكله في المحرك بتاعي، غير اكواد العطال. اكواد العطال اللي هي السي اي دي او الكلام ده، ممكن يحصل كود وما يحصلش مشكله في المحرك بتاعي او في المعده بتاعتي، فبالتالي مش مؤثر، غير اللي هو الاي اي دي اللي هو ايفنت كود ايدنتيفاير. وده باختصار الفيديو بتاعنا النهارده عن اكواد العطال المعدات اللي هي الكاتربيلر. طبعا اللي برضو الاهميه او عشان تبقى المعلومه كامله، ده للمعدات اللي هي حتى 2012، يعني حتى انتاج 2012، يعني الاي سي ام اللي احنا اكواد العطال دي بتاعتها لحد 2012، لكن بعد كده طبعا ده هيبقى فيه اكواد تانية اضافية عن الاكواد دي، او ممكن تكون اي سي ام مختلفة عن الاي سي ام اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. طبعا اللي حابب انه يحمل الملف بتاع اكواد الاعطال ده هسيب اللينك في صندوق الوصف تحت في الديسكريبشن بوكس، وطبعا هسيب اللينك بتاع قناة بتاع صفحة الفيسبوك، اللي عايز يدخل على صفحة الفيسبوك فيها ان شاء الله برضو استفادة اكتر، فيها معلومات اكتر عن المعدات وعن الشاحنات. وطبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير للفيديو في كل مكان عشان نوصل المعلومة لأكبر قدر ممكن من الناس.